عدنا لكم من جديد مشاهدين داعين، ارحب بالسيد محمد العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنيه بوزاره التجاره والصناعه، شرفنا وجودك معنا اليوم في برنامج معكم. الله يحييك ويرحب فيك ويرحب بالاخوه المشاهدين. طبعا يعني سيد محمد، في ظل ازمه كورونا وهذه التداعيات اللي قامت من قبل جميع جهات الدوله، وزاره التجاره يعني بصفه خاصه جهودها كبيره واحترازيه. يعني حدثنا عن دور وزارة التجارة في ظل انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا، في الآونة الأخيرة. يمكن وزارة التجارة هي تعتبر أحد الجهات التي عملت في مواجهة انتشار الفيروس، وكان دورنا هو تخفيف الأثر اللي راح يكون على المستهلك بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأخرى في الدولة. يمكن يعني ابرز اعمالنا اللي تمت هو اول شيء زياده المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسيه، بالتالي احنا عندنا مخزون استراتيجي عالي لله الحمد، يحقق الاطمئنان للمستهلك ويحقق الاطمئنان لصاحب القرار في البلاد. ايضا لان كان متوقع انه يكون هناك تاثير على الاسواق وتدافع من المواطنين والمستهلكين، لا داعي لهذا الخوف لان هناك مخزون استراتيجي عالي سواء لدى القطاع الحكومي او القطاع الخاص. هذا واحد. وعملنا ايضا لتثبيت الاسعار، ايضا عملنا لمنع الممارسات الاحتكاريه من بعض الصيدليات والمحال التجارية في موضوع الكمامات، وشاهدنا جميعا شفنا في زيادة في الأسعار بالنسبة للكمامات وبعض السلع يعني بالآونة الأخيرة. صحيح. يعني شلون تم الإجراء؟ أغلقنا عدد كبير منها، ما يقارب 22 صيدلية ومحل، وخالفنا ما يقارب 25 شركة، هذه بالإضافة للإغلاقات زائد لحال النيابة، و25 مخالفة زيادة رفع مصطنع. ليس فقط للأمانة للكمامات، ولكن هناك من استغل الأمر لرفع أسعار أخرى حتى المواد الغذائية، أي غير ارتفعت نتيجة لارتفاع الطلب في أول يومين. ولاحظنا ارتفاع الطلب، لاحظنا قوبل من قبل وزارة التجارة وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بزيادة الإنتاج وزيادة توافر السلع بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية. أيضا التعامل بشكل فوري فوري، الإغلاقات كانت فورية، المخالفات كانت فورية، عملية زيادة المخزون تمت بشكل فوري، تثبيت الأسعار تم بشكل فوري، تعاون مشكور من اتحاد الجمعيات، أخونا مشعل السيار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية كان متعاون معنا إلى أبعد حد 24 ساعة، القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة الكويت دورهم كبير جدا في توفير السلع من خلال القطاع الخاص. هذا يمكن أبرز الأدوار اللي قمنا فيها. التعاون مع وزارة الصحة في توفير السلع الضرورية من خلال الصيدليات، عدم زيادة أسعار السلع، عدم زيادة أسعار الأدوية، عدم مثل ما قلت قبل شوي الممارسات الاحتكارية. كيف وجدتم هذا التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف؟ للأمانة هي أدوار، يمكن هي دور منوط بوزارة الصحة، ولكن نحن كمساندين لهم. نعم. كانوا يبلغوننا عن أي ممارسة يشوفونها من قبل الصيدليات، تدخلنا مع الصيدليات اتجاه الصيدليات المخالفة، كنا نسترشد منهم الإجراءات الصحية الصحيحة اللي إذا كان هناك سلعة صحية يحتاجونها وزارة الصحة كنا نستولي عليها، من ضمنها الكمامات، وصدر قرار بالاستيلاء على 169 ألف كمام. صدر قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة. لا، غير صحية كانت؟ لا لا لا، للمصلحة العامة. المصلحة العامة. إيه، وبالتالي هذه سيتم توزيعها بناء على قرار من مجلس وزراء الموقر في هذا الجانب. أيضا هناك التوجيه بدور وزارة التجارة بتوفير الكمامات بناء على قرار مجلس وزراء. بتوجيه الشركة الكويتية للتموين، وهذا الأمر نعمل عليه ب30 مليون كمام خلال الفترة البسيطة القادمة ستكون متواجدة في السوق الكويتي. يعني الحين اللي يحتاج كمام راح يلاقي موجود متوفر. نعم. طيب يعني في حال استمرار هذه الأزمة، أزمة كورونا وما تشهده البلاد، ما هي الخطط البديلة لديكم في الوزارة؟ أول شيء احنا لدينا القدرة على استيراد الكميات المطلوبة لأي سلعة من خلال القانون ومن خلال أيضا الأسطول الجوي أو الأسطول البحري للنقل، وبالتالي احنا اخذنا اجراء اول شيء الكمامات، والكل شاهد مشكورا السلاح الجو الكويتي. نعم. ساهم في نقلها الى دولة الكويت، هذه كانت اول دفعه.
أيضا هناك كميات أخرى من الكمامات والمعقمات أيضا نعمل على استيرادها خلال اليومين القادمين. في حال استمرار هناك خطط موضوعة بمتابعة شخصية من سمو رئيس مجلس الوزراء لتوفير أي سلعة نلاحظ نقص فيها. لن يكون هناك إن شاء الله نقص. حاليا لدينا مخزون عالي يكفينا مدة لا تقل عن 6 شهور. الأدوية لدى وزارة الصحة الأدوية الكافية لجميع سكان هذه، ليس للمواطنين فقط وحتى الوافدين. وتم حساب تم ضم يعني محسوبين من ضمن المخزون الاستراتيجي لهذا الأمر. طيب يعني ماذا بشأن منافذ البيع المؤقتة كما تعرف، أو مثل ما نقول إحنا البوثات؟ يعني هل تم إغلاقها ولا إلى الآن مستمرة؟ لا هو تراخيص، يمكن صدر قرار وزير التجارة بتراخيص، ولكن ما تم تنظيمه هو المعارض وتم وقفها بناء على قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات. هذه المعارض جميعها بما يسمى حتى البوثات، التجمعات، حتى العربات المتنقله، مرخصه موجوده لها ترخيصها، لكن اذا استدعى الامر سيتم وقفها بالتعاون مع بلديه الكويت وبناء على قرار من وزير التجاره والصناعه. طيب يعني كلمه حاب توجهها في هذا الموضوع للمواطنين بخصوص المرحله الحرجه اللي تمر فيها البلاد، يعني نتمنى التعاون منهم للأمانة. هو رسالة أولى للمستهلكين المواطنين والمقيمين. أولا لا تتبع الإشاعات، خذ المعلومة من مصادرها الرسمية. الشيء الثاني تجنب التجمعات بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، وأيضا تعاون مع الجهات الصحية في هذا الأمر. والشيء الثالث رسالة أخيرة يعني للمستهلك، اطمئن لأن هناك مخزون عالي سواء من المواد الغذائية التي توفرها الحكومة أو من خلال القطاع الخاص. طيب بما أننا بنطمن المستهلك، يعني خلنا نذكر بعض الإحصائيات بالنسبة للصيدليات والمحلات اللي تم إغلاقها لو بشيء من التفصيل. أنا أتكلم عن فترة العطلة 22 صيدلية ومحل، هذا تم إغلاقهم لممارستهم مخالفات تجارية جسيمة. نعم. وأحيلوا إلى النيابة التجارية. بالنسبة لي ما ارتفاع أسعار بعض الخضروات، أغلقت بعض العدد عدد اثنين بسطات، هذول الرئيسيين في السوق تم إغلاقهم إلى هذه اللحظة مغلقين، وسيتم إحالتهم للنيابة التجارية خلال هذا الأسبوع. لا نخاف من نقص السلع، ولكن نحن نحارب الهلع. طيب ليش صارت هذه الربكة من البداية؟ ثقافة مستهلك للأمانة، نحتاج إلى أن تكون وعي ثقافة مستهلك. لا توجد ربكة من وزارة التجارة ولا من الجهات الحكومية، هناك قرارات تتخذ بناء على آراء فنية صريحة وصحيحة. أي قرار يدرس من جميع الجهات سواء، وللعلم يعني جميع الجهات ممثلة في اللجنة التنسيقية التي يرأسها معالي وزير الصحة السيد محمد العنزي الوكيل المساعد لشؤون الفنية بوزارة التجارة والصناعة. كل الشكر لك وأسعدنا وجودك معنا اليوم في برنامج معاكم. حياكم الله. طبعا مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج معاكم لهذا اليوم، على أمل أن نوافيكم في حلقة أخرى وآخر المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على البلاد. نترككم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.